كل المحبة ترافق أيامكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من برنامج دامسكو عبر شاشتكم شاشة قناة العالم سوريا. ونهارك سعيد سوزان. نهارك كمان يا ربشام. إن شاء الله حلقتنا لليوم تكون بصمة جميلة لكل حدا عم بيتابعنا وعم بيشوفنا لليوم. حلقتنا لليوم بديت، ولكن خلونا نبدأها بعد العناوين. ببداية حلقتنا رح نتعرف على عملية تصحيح النظر بالليزك، وكيف يمكن أن يؤثر الاحتراق الوظيفي على الصحة النفسية. وبالختام رح نكون مع الناس ونسأل عن أثر الكلمة الحلوة بحياتهم. كثير من الأشخاص بيعانوا من مشكلة مد النظر أو قصر النظر، وهي المشكلة ممكن بيعالجوها عن طريق استخدام العدسات اللاصقة أو النظارات الطبية، ولكن البعض شا ممكن يفضل إجراء عمليات مثل عملية الليزك. بالضبط، وعملية الليزك سوسن هي نوع من الجراحة الانكسارية للعين، ويعني التعديل في طبقة القرنية أو شكلها بواسطة الليزر. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع صار معنا الدكتور مجد عوض، أخصائي في جراحة العين. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بالبداية دكتور، خلينا نشرح شو هي عملية تصحيح النظر عن طريق الليزك. الليزر هي عبارة عن جراحة مجهرية دقيقة عن طريق أشعة الإكزايمر ليزر، بنقوم بتعديل سطح القرنية ليكون السطح منتظم مشان الأشعة الضوئية تفوت على العين وتتوضع على اللطخة الصفراء مركز الشبكية، لصير نشوف برؤية جيدة 100% بدون أي وسيلة مساعدة، عدسة لاصقة أو نظارة طبية. تماماً. طب الفرق بينه وبين العمليات الثانية لتصحيح النظر، يعني إحنا عم نقول كلمة ليزك بالكاف وبتحكي عن عمليات الليزر. تصحيح بصر بالليزر هو كلهم بيستعملوا أشعة الإكزايمر ليزر، بس طريقة تطبيق أشعة الإكزايمر ليزر على الطبقة السطحية ولا ضمن سماكة القرنية. وتطبقها على الطبقة السطحية بنسميها PRK أو ليزر، وتطبقها ضمن سماكة القرنية بنسميها ليزك. هلا هي الهدف من تعديل سطح القرنية، يعني مثلا مريض عنده قصر بصر بتكون القرنية محدبة، بقى نحن وقت نسطحها بتصير القرنية بترجع لشكلها الطبيعي. إذا مد بصر بتكون القرنية مسطحة، نضرب ليزر على المحيط بنحدب القرنية. هو عبارة عن تعديل بسطح القرنية لنستغني عن النظارة الطبية. تماماً. لو ندخل بالتفاصيل أكثر ونحكي عن كيف بيتم إجراء اليوم العملية الجراحية، عملية تصحيح النظر بالليزر. هلا إجراء العملية بتطلب أول شيء دراسة قبل العملية. أنا بعتقد إنه الدراسة قبل العملية هي أهم من العملية بحد ذاتها. يعني نختار المريض المناسب، يكون فحص الدرجات أسواء الانكسار قبل العملية بشكل جيد، فحص كامل للعين، لطبقات العين، للقرنية، للشبكية، للعصب البصري، ضغط العين، نساوي صورة طبوغرافية للقرنية مشان نشوف شكل القرنية، يا ترى فينا نساوي عملية ولا القرنية رقيقة أو فيها هوت سبوت، يعني فيها مثل تحدب ما فينا نساوي. بعد ما نتأكد أنه كل الأمور منيحة ونحط الدرجات تمام، نقوم بإجراء العملية. هلأ عملية الليزر PRK هي الأسهل من الليزك، اسهل للطبيب بس مو للمريض. هي بتكون الدرجات القليله، اذا سماكه القرنيه على الحد الطبيعي، اذا في اي عدم انتظام بالقرنيه بنقوم بعمليه PRK. PRK نحن بنقشط الطبقه السطحيه للقرنيه، هي الخلايا الابيتيلياليه الابيتيليوم، وبنطبق الليزر على سطح القرنيه وبعدين بنحط عدسه لاصقه. مشكلتها الوحيده انه في الم بعد العمليه لبين ما ترجع تترمم هالقرنيه اللي انجرحت، لبين ما ترجع تترمم، بس بعد 5 أيام 6 أيام ترجع رؤية 100%. عملية الليزك نحن منقص القرنية، نرفع فلاب مثل شريحة من القرنية، منطبق الليزر ومنرجع منسكرها، عشان هيك ما بيكون في ألم. كنا عم نضرب ضمن سماكة القرنية. هي ما فيها ألم والرؤية بتكون بعد 6 ساعات ترجع رؤية طبيعية. اليوم دكتور احنا عم نشوف هلأ على الشاشة مجموعة من الصور بتوضح عملية تصحيح النظر بالليزك. اليوم المريض وقت بيعمل هيك نوع من العمليات لازم يكون واعي وعم يشوف وعم يحس بكل شيء عم يقوم فيه الدكتور؟ طبعا المريض لازم يكون صاحي لأنه بده يتعاون معنا. تعاون المريض هو أساس نجاح العملية، يعني بده يرخي حاله، يطلع في نقطة خضراء بده يضل عم يطلع عليها مشان الليزر يضرب صح، ما يحرك عينه يمين او يسار. بقى نحن التخدير هو تخدير موضعي عن طريق القطره فقط. تماما. دكتور، مين الاشخاص اللي بيقدروا اليوم يخضعوا لهي النوع من العمليات، ومين الاشخاص الممنوعين؟
تمام. هلا الشخص اللي بيتساوى له عملية ليزك أول شيء بده يكون عمره فوق 18 سنة، بده يكون سنة كاملة الدرجات ثابتة مو متغيرة، بده يكون تحت عمر 45 سنة، بده تكون صورة القرنية طبيعية يعني السماكة طبيعية أكثر من 500 مايكرون، القرنية منتظمة ما فيها تشوهات، بده يكون عينه سليمة ما في مثلا التهاب قرنية فيروسي سابق، ما في مشكلة بالشبكية، ما في ضغط بالعين، تكون كل هالظروف سليمة لنقدر نساوي له العملية. هلا اللي ما بقدر يساوي هو طبعا اللي بخالف الشروط، يعني الصغير تحت 18 سنة، اللي بيكون عنده التهابات سابقة بالقرنية أو بارتفاع ضغط العين أو مريض سكري، اللي بتكون قرنيته رقيقة أو عنده بداية أو شك بالقرنية المخروطية، هدول ما فينا نساوي لهم عمليات. يعني ممكن إجراء هيك نوع من العمليات بيأثر على مثلا مريض السكري ذكرت حضرتك، يعني ممكن يزيد من حالة الأمراض اللي مريض عنده السكري ولا بس حالة مريض السكري والأمراض المناعية بيكون عندهم ضعف بترمم القرنية، يعني إذا ساوينا له عملية ممكن ما تترمم القرنية، يعني يضل شهر عم بيعاني من عدم ترمم القرنية من ألم، كم الحالات اللي كتير نادرة يصير تليون بالقرنية. ومريض السكري يفضل استبعاده من عملية الليزك غير إذا السكر ما صار له زمان يعني أقل من 5 سنوات ويكون السكر منتظم تمام. تماما. وبالنسبة لغير أمراض مثل الضغط وغيره؟ لا الأمراض الضغط كل الأمراض الباقية بتساوى عملية ما في مشكلة، بس تمام. الأمراض المناعية وأمراض السكري. تماما دكتور. يعني إذا بدنا نفصل أكثر من ناحية التعليمات اللي لازم يلتزم فيها المريض قبل إجراء أي عملية، يعني مثلا ممنوع يتناول أكلات معينة أو ممنوع يأخذ حتى أدوية معينة الشام، يعني في كل عملية لها تعليمات مناسبة إحنا عرفها. لا المريض يساوي شو ما بده قبل العملية، بس إذا لابس لينسز عدسة لاصقة بده يقيمها قبل 15 يوم للعملية. الأهم شيء بالمريض هو التعاون أثناء العملية، يعني بده يكون هادي، بده يسمع تعليمات الطبيب، والأهم بعد العملية كمان إذا كانت العملية ناجحة ممتازة والمريض بعد العملية ما استعمل الأطراط، حك عينه، الحك ممنوع لمدة 5 أيام أقل شيء بعد العملية، وممنوع كمان يفوت مي جوات العين مشان ما تتلوث أو يصير إنفكشن. المريض لازم يكون متعاون مع الطبيب عشان ياخذ نتيجه 100%. طب دكتور، هل اليوم هي العمليه بتصلح لجميع عيوب الابصار؟ وشو هي عيوب الابصار يلي؟ هي العمليه بتصلح لقصر البصر ميوبي، مد البصر الهايبرتروبيا، والاستجماتيزم حرج القرنيه، من الربع درجه الى 10 درجات. ممكن ما عدا مد البصر 6 درجات اكثر شيء، يعني كل الدرجات ممكن اذا سماكه القرنيه طبعا بتسمح. يعني اذا القرنيه سماكتها على الحد الطبيعي ما فينا نقيم 8 درجات او 7 درجات، بتكون سماكه القرنيه منيحه بتسمح نقيم كل الدرجات الموجوده. طيب. دكتور، اليوم قوه الابصار يلي بتكون ما بعد العمليه، تحكي لنا اكثر كيف بتكون شدتها وكيف بتبدا بالتحسن يعني ما بعد العمليه؟ تمام. هلا هي حده الابصار في الناس بتخربط دائما بين الدرجات اللي عندي اياها وقد ايه بشوف. هلا ممكن انا يكون عندي درجه بس ما بشوف 10 على 10، ممكن يكون عندي 5 درجات تلبسي نظاره تشوفي 10 على 10. قوه الابصار هي تقديريه على مدى السنوات، انه اللي عم يشوف مثلا هالاشاره هي على بعد 6 امتار او 10 امتار هو بشوف 100% 10 على 10. فقوه الابصار نحن بنحددها ب 10 على 10 او 6 على 6. اللي بشوف 10 على 10 او 6 على 6 هو معناتها عم بشوف 100% طبيعي، سواء باستعمال النظارة أو باستعمال اللينسز أو بدون نظارة أو بعد عملية ليزك. بعد عملية ليزك لازم المريض يشوف مثل ما كان يشوف بالنظارات، يعني إذا مريض بالنظارة ما بشوف 10 على 10 ما لح يشوف بالليزك 10 على 10. يعني إذا عنده كسل وظيفي، عنده أي مشكلة تانية بتمنعه أنه يشوف 10 على 10 ما لح يشوف 10 على 10 بعد العملية. يعني العملية هي شو بتشوفي أنت بالنظارة الطبية الصحيحة، شوفي نفس الشيء بعد العملية بدون نظارات. واليوم إمتى بيرجع النظر الطبيعي للإنسان؟ يعني قديش بيحتاج أيام لحتى بتترمم القرنية وبيبدأ الرؤية الواضحة؟ عملية الليزك نحن خلال 12 ساعة بيكون رجع تقريباً 100%، يكون في شوية جفاف بده كام يوم ليتحسن. مريض البي ار كي الليزر بده من 5 أيام للأسبوع ليرجع النظر طبيعي 100%. طب في آثار جانبية، في مضاعفات بعد إجراء العملية وشو هي؟ هلا الأثر الجانبي الأكثر هو جفاف، بصير دراي آي، جفاف لأنه نحن سوينا ليزر على سطح القرنية أو قصينا القرنية. بقى الجفاف ممكن يستمر من شهر لشهرين أو حتى لست شهور. بالليزك التأثيرات الجانبية أكثر من بتضل فترة أطول من الليزر، يعني ممكن نشوف هالوس مثل انبهار ضوئي حوالين الأضوية هيك زيكزاك، هي لأنه نحن قصينا القرنية قبل ما ترجع تترمم. ممكن يحس بجفاف أكثر، بتستمر لست شهور ممكن.
لست شهور، بس في تعليمات، في ادويه معينه او اطراف معينه على الاطراف بتخفوا حسب الدرجات اللي كانت عنده، يعني اذا عنده درجه او درجتين غير اذا عنده 4-5 درجات. كل ما زادوا الدرجات كل ما بتضل فتره اطول. هل يوجد خطوره؟ في خطوره على لا مثل اي عمليه جراحيه في خطوره، بس انا دائما برايي لانه عمليات الجراحه العينيه نسبه الاختلاط فيها هي اقل من كل الجراحات الثانيه. إذا كانت طبعاً الشروط منيحة، الطبيب نقي المريض منيح، الماشين المكنة اللي عم نشتغل عليها تكون جديدة، تكون مساوالة معايرة، كل الظروف المناسبة، الأدوات اللي عم نستعملها كلها معقمة وجديدة ونوعيتها منيحة والمريض متعاون، ناخذ نتيجة 99.99%. ما في خوف من فقدان البصر؟ فقدان الرؤية لا، بالليزك ما بصير، يعني أسوأ الأحوال إذا صار أي مشكلة أثناء العملية الجراحية أو إذا كان المريض غير متعاون أثناء العملية أو بعد العملية، ممكن بأسوأ الأحوال يرجع يلبس النظارة وبترجع بتنعاد العملية بعد 3 شهور برجع بمشي. اليوم في آثار جانبية غير جفاف العين وممكن تؤدي لسلبيات أكثر من ما يمكن يتوقع المريض؟ لا نفس هي آمنة يعني بشكل كامل؟ تمام، بس يعني المريض مثلا إذا ساونا له ليزر وبعد العملية ايديه وسخين، حط ايديه على عيونه او فوت تراب او شحم جوات عينه، اجباري تلتهب العين، يعني هو ده يكون يعتني بنظافه عينه ويتبع التعليمات، ما بصير اي مشكله ان شاء الله. والايجابيات؟ ايجابيات كثيره لعمليه الليزك، انا برايي يعني من اهم العمليات العينيه، لانه الواحد خصوصي مثلا الصبايا انه بس يعني يمكن عن النظاره او استغني عن النظاره بيفرق المنظر كله، شكل الوش كله بيفرق بعد استغنى عن النظاره، بيرتاح، بصير بيساوي رياضة، بيقعد على الكمبيوتر على الموبايل، بيساوي شغله وبيطلع بدون نظارات، يعني راحة كثير بيستفاد من المريض. تمام دكتور، إذا نتوسع أكثر عن التعليمات اللي بتكون ما بعد العملية، شو لازم المريض يساوي بعد ما يخضع لهيك نوع من العمليات؟ ولازم يكون في مثلا بينتبه إنه مثلا ما يستخدم أشياء معينة، حضرتك حكيت موضوع التعقيم يعني موضوع جدا مهم. لا التعقيم أثناء العملية مهم، وحتى تعقيم المريض بعد العملية، يعني مساوي عملية لازم دائما نحن بننبهه لانه 5 ايام ما يفرك عيونه، بنعطيه بلاستيك بنحطه على عينه مشان بالليل ما يحك عينه. يلتزم بالاطراف كل 4 ساعات، كل طبيب حسب شو بيعطيه تعليمات. ما مثلا اذا صبيه ما تحط مكياج، اي لاينر، شيء يفوت جوات العين. كمان اول اسبوع ممنوع ارتداء العدسات اللاصقه، ممنوع السباحه، الرياضات العنيفه، كل هالشغلات بيلتزم فيها لمده اسبوع اسبوعين، ان كثرت بس بصير طبيعي، بيساوي بيعيش حياته طبيعيه. واليوم بعض الاشخاص حتى بتستخدم مثلا الكمبيوتر ولا اللابتوب مثلا او اي شيء بيعطي اشعاعات. طبعا هذا السؤال الشائع، لا بعد عمليه الليزك فينا واحد يستعمل كمبيوتر موبايل بشكل طبيعي، ما في شيء بضر عينه، بس هو ممكن ينزعج لانه القعده الطويله على الكمبيوتر او على الموبايل بتساوي جفاف، لانه فاتح عينه فتره طويله وما بريحه، يعني بس أسوأ أحوال إنه بتحرق عينه أو بتحمر شوي، أما ضرر على نتيجة العملية ما في أبداً. حدوث انتكاسات دكتور بعد إجراء العملية؟ انتكاسات هي غالباً بتصير، بيقول لك أنا سويت عملية وما زبطت أو رجعوا الدرجات. لا رجعوا الدرجات ما بيرجعوا إذا كان نفس ما رجعنا وحكينا، إذا كان الطبيب دارسه بشكل طبي صحيح. يعني إذا واحد عمره 17 سنة سويت له عملية ممكن ما ثبتوا الدرجات بيرجعوا. إذا عمره 45 سنة وعنده مد بصر، سويت له مد بصر درجه او درجتين، هذا المريض صار بعمر فوق ال 40 سنه بده يصير عنده مد بصر شيخي، يعني من الطبيعي بعد 6 شهور يرجعوا الدرجات. وقديش العمليه حساسه وبدها دقه؟ هي عمليه دقيقه جدا، يعني من قبل الدكتور دقه بالطبيب بالنظر، نستعمل ايدينا ورجلينا، يعني فيها كل الحواس تستعملها الطبيب ودقيقه جدا مجهريه تطلع نتيجة منيحة. تمام. اليوم هيك نوع من العمليات بتحتاج أيضا يعني دقة بالتشخيص، اليوم شو هي الخطوات اللي لازم المريض يتبعها لحتى يتشخص بأنه بيحتاج هيك نوع من العمليات؟ يعني نتوسع أكثر بهذا الجانب. هلا التشخيص هون نرجع نقول نعتمد على الطبيب. يعني الطبيب بيكون فحص للمريض كامل، اختيار المريض بشكل مناسب كعمر، شو بيشتغل المريض، إذا كان مثلا طيار أو طبيب، غير إذا كان ست بيت قاعدة بالبيت تفرق، لأنه نوعية العملية، نحن دائما مثلا المريض اللي بيكون مهنته حساسة ودقيقة كتير نفضل نساوي له PRK ليزر مو ليزك، لأنه هالأدوية هي اللي عملانك بيشوفها أول 3 شهور بعد العملية ممكن تأثر على عمله الجراحي أو إذا كان طيار. فنحن بنختار المريض
بنختار شو مطلوب، شو طالب المريض، شو متطلبات المريض، الفحص الجيد. بعدين كمان الطبيب وقت يختار المركز الصح، الجهاز الصح، ادواته كلها بتكون منيحه، يكون هو متمكن، عنده خبره ومرتاح مع المريض، المريض ما له متوتر اثناء العمليه. كمان مو كل المريض نفس الادوات نستعملها، يعني احنا مثلا نستعمل شفره للقص القرنيه، مو كل القرنيه نفس الشفره، يعني يكون الطبيب بيعرف سماكة القرنية، حجم القرنية، تحدب القرنية، بيختار الأدوات اللي بده يشتغل فيها العملية حسب كل مريض عشان تاخذ نتيجة منيحة. وبعد العملية طبعا المتابعة كثير مهمة للمريض ياخذ يعني نتيجة منيحة. في ممكن يعني أدوية معينة وأطرات معينة المفروض يستخدمها بعد إجراء العملية؟ لا، دائما احنا بعد العملية بنستعمل أطرات الأنتيبيوتيك والكورتيزون مشان ما يصير الانتيبيوتيك، مشان ما يصير في انتانة او التهاب، والكورتيزون مشان يخفف وزمة القرنية بعد العملية. والترطيب بيضل مدة 6 شهور لبين ما ترجع القرنية لطبيعتها. وكونه في ألم بعد العملية ففي مسكنات معينة طبعا. هلا مريض الليزك ما في ألم نهائيا. مريض البي ار كي في ألم، نعطيه مسكنات، ممكن ياخذ ديكلون، ممكن سيتامول، تختلف حسب عتبة الألم من مريض للثاني. اليوم عم نشاهد شغلات غريبة، يعني بعض الأشخاص بيعملوا عمليات بيغيروا فيها اللون العين، يعني هل تغيير لون العيون مثلا بيأثر على أنه بيمنعنا نعمل هيك نوع من العمليات، أو مثلا بيأثر على فشلها مثلا؟ هلا هذا كثير سؤال بدقوا من برات سوريا، بيسألوا أنه بدنا نجي نساوي بسوريا عملية تغيير لون عين. هلا تغيير لون العين هي عملية ما لها موجودة ضمن المشافي الكبيرة أو بأوروبا أو بأمريكا. هلا هي تغيير لأنه لها كثير اختلاطات ممكن يفقد النظر. هلا هي في كذا طريقة لتغيير اللون العين. في طريقة بالليزر، نحن بنفتح لون العين، يعني وقت نساوي ليزر للقزحية اللي هي الملونة نخفف من التصبغات بتفتح العين. في طريقة ثانية إنه يزرع قزحية فوق القزحية، بس اختلاطات كثيرة، ممكن يصير مي سودا زرق، ممكن يصير انفكشن، ممكن يصير التهاب، ممكن يصير مي بيضة، يعني لها اختلاطات كثير كبيره، يعني ما منصوح فيها ابدا. تماما. بدنا نصائح اخيره من حضرتك دكتور لكل حدا يعني اليوم حابب يقبل على هي النوع من العمليات. النصيحه هي المريض دائما يكون ملتزم بالنظاره اللي عم يلبسها. كل 6 شهور لازم يساوي شيك اب عشان يتاكد انه الدرجات ما عم بتغير ونظارته صحيحه. خفف قعده على الموبايل والكمبيوتر عشان ما يصير في تشنج مطابقة أو يصير في صداع أو تشوش رؤية. بده يراجع طبيبه كل 6 شهور ويفحص، ووقت يكون بده يساوي العملية بده يسأل كل الأسئلة وياخذ كل الأجوبة مشان يعرف يشخص شو هي العملية وشو رح النتيجة بعد بعد العملية. تماما دكتور، بدنا نتشكرك دكتور مجد عوض، حضرتك اختصاصي في جراحة العين، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا دكتور. رح نروح مشاهدينا لفاصل صغير وبنرجع بنكفي باقي فقراتنا. كائن بيتميز بصفات مختلفة بتخليه بيختلف عن الضفادع الأخرى. خلونا نتعرف على الضفدع البلوري بالتقرير التالي وبنرجع سوا. كل كائن بيعيش على سطح الكرة الأرضية له خصائص بتخليه يتميز عن غيره من الكائنات الأخرى، إما من خلال طريقة العيش والتكيف مع الطبيعة أو من خلال الخصائص والشكل.
شي مرة سمعتوا عن الضفدع الزجاجي وليش تم تسميته بهذا الاسم؟ ضفادع الزجاج أو الضفادع البلورية صغيرة نسبياً، أطوالها بتتراوح من 3 إلى 7 سنتيمتر، واللون الغالب على جلدها هو الأخضر، ما عدا جلد بطنها فهو شفاف. ضفادع الزجاج بتتشابه بمظهرها مع بعض الضفادع الخضراء من جنس ضفدع المطر، بالإضافة لبعض ضفادع الشجر. لضفدع الزجاج عيون كبيرة من تفخة مع بؤبؤ أسود اللون متجهة للأمام من أعلى الرأس، وكل عين بتدور بشكل مستقل، وإلو بصر ممتاز بيساعده على التقاط الحشرات لتناول الطعام. باكتشاف علمي مذهل، الباحثون توصلوا للطريقة يلي بيلجأ إلها الضفدع الزجاجي للتخلص من لونه أثناء النوم. للتوصل لهي الحقائق، أطلقوا أشعة الليزر على الضفدع لتتبع حركة خلايا الدم. الضفدع الزجاجي يعتبر الحيوان الأرضي الوحيد المعروف يلي بيحافظ على شفافية لونه من الداخل ومن الخارج. لتتبع خلايا الدم الحمراء للضفدع الزجاجي بيتم استخدام التصوير الضوئي، ويلي أثبتت أنه الضفدع الزجاجي بتزيد شفافيته مرتين لثلاث مرات عن طريق إزالة نحو 89% من خلايا الدم الحمراء من الدورة الدموية وتعبئتها داخل الكبد، بالإضافة إلى أنه كبد الضفدع الزجاجي مغطى بطبقة من البلورات يلي بتمنع احمرار الدم داخله. حسب الأبحاث، البلازما بتعوض فقدان كرات الدم الحمراء أثناء نوم الضفدع، وقت بيفيق الحيوان البرمائي تتدفق خلايا الدم الحمراء بسرعة لدورته الدموية. الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من التوتر المرتبط بالعمل، وهو حالة من الإرهاق البدني والنفسي، وبيتضمن إحساس بعدم الشعور بالإنتاجية وفقدان الهوية الشخصية. صحيح شام، واليوم الاحتراق الوظيفي أكيد بيأثر مثل ومثل أي شعور آخر على صحتنا البدنية والنفسية. لنحكي أكثر عن الاحتراق الوظيفي وكيف ممكن نتخلص منه بحياتنا معنا الدكتور أحمد سفنجي، خبير بالتنمية الإدارية والبشرية، يلي نورنا لليوم. أهلا وسهلا. سعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. بداية، يعني مصطلح الاحتراق الوظيفي هو مصطلح يعني ما له شائع، هل أدفع بدنا تعرف لنا اياه اكثر؟ هو ما انه الشائع، بس هو معاش كثير. تمام. معاش كثير حقيقه. دائما الاحتراق الوظيفي هو احد الاسباب اللي بتخلي انتاجيتنا تتراجع، بتخلي نفسيتنا تحبط، حتى الصحه بتلاقيها عم تتراجع، لاني دائما نحن ما نفكر الا بالشيء السلبي، بالاوضاع السلبيه اللي نحن عم نعيشها. عندي ثلاث انواع حقيقه من الاحتراق الوظيفي لازم نميز بيناتهم. الاحتراق الوظيفي اللي ناتج عن زياده في الحمل بالعمل، وعنا العجز، تحسي حالك عايزه عن مواجهه التحديات، كمان هذا بيؤدي الى احتراق وظيفي. وعمليه التحدي كمان بتؤدي، او انخفاض التحدي بيؤدي الى احتراق وظيفي. اليوم شو الاسباب اللي بتؤدي لحتى نشعر بهيك شعور بداخل بيئه العمل؟ اولا احساسك اني مهمشه بالعمل، احساسك اني انت قدراتك وامكانياتك ومشتغله على حالك وعامله دورات ومجهزه حالك، وبالاخر انت عم تشتغلي شغل هو اقل بكثير من هاي الامكانيات، فشو بصير بحالتك النفسيه؟ تحبط. شو بصير بامكانياتك؟ تتراجع، لان كل شيء بتملكي ما حدا عم يستثمره، فشوي شوي العقل اللاواعي ما عاد عم يتطور مع الافكار اللي انت بتحمليها، بصير في تراجع 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 لدرجه تحسي حالك اني ما لك فائده. الشغله الثانيه، الاحتراق الوظيفي ناتج على اني هي الوظيفه لي 20 سنه وانا قاعد على نفس الكرسي، وانا عم مارس نفس العمل، انا عم وقع فقط توقيع وراء، جيبوا لي البريد ياخذوا البريد، بعدين ما عندي شيء. طبعا هذا بده يؤدي لملل، لاحباط، لقرف وظيفي، بنسميه بين قوسين كلمه احلى انه احتراق وظيفي. وكمان انك تحسي ما اخذي حقك كمان بيؤدي لاحتراق وظيفي، او محطوطه في مكان اقل بامكانياتك كمان بحسسك، او تكوني بالعكس بمكان بده امكانيات اكثر من امكانيات، بتحسي حالك بالضاله، بتحسي حالك ما انك جاهزه لهالعمل،
فكمان هذا بخليك تحسي باللا جدوى، تصير بتقعدي شوي شوي بالزاويه وما عاد بيكون لك دور. تماما. اوقاتا يعني ممكن نحس بهذا الاحساس او الشعور، الملل والتعب، فقدان الشغف، واللي ذكرت بعض من اللي ذكرتهم ممكن نحس فيها بالشغل، ولكن يعني لفترات معينه مو كل يوم، ولكن في اعراض معينه انا ممكن اشعر فيها واحس انه اللي عم بيصير معي هي اعراض احتراق وظيفي. حرارتك بتطلع كثير. أولاً بقل شغفك، يعني بتحسي حالك جاي على الشغل. هو شعور يومي؟ لا، هلأ بدنا نحكي فيها. مثل ما قلتي حضرتك أني بيجي أحياناً هيك، بس إذا تراكم بده يصير يومي وبده يصير عبء عليك ورح يأثر عليك بطريقة سلبية. بس أحياناً بتحس أني الجو والله ما كتير كويس بالشغل. طيب هل هذا بخليني أحس باحتراق وظيفي دائم؟ لا، بخليني أحس لفترة قليلة، بعدين ممكن أنا أغير من طريقة تفكيري، حفز نفسي. إذا كان موضوع تحدي أو شغل كذا، أنا بطالب أني أنتقل لمكان في شغل أعلى أو أفضل. بنرجع اللي حكيتيه حضرتك، أني فقدان الشغف للعمل، إحساسك أني جيت ولا ما جيت ما حيتغير شيء، اشتغلت أو ما اشتغلت هيدا هو راتبي أصلاً، بالأساس ما حدا شايفني بالعمل. فهدول لما أنت بتحسيهم وبتحسي حالك أنك عم تروحي مرغمة وعم تروحي على مكان ما إلك دور فيه وغير مرغوبة أو كل هالأحاسيس النفسية، وقتها أحس أني لازم أنت يا تقدمي استقالتك، يا أما تطوري حالك وتعملي انتقال مهني لمكان آخر، تحسي حالك أنك موجودة وأكثر اهتمام وأكثر أداء وأكثر عطاء، أو تحسها أني ما بقى في مجال إلا أني أنا حياة أقدم استقالتي. ولما بتحسي هالإحساس لازم يكون عندك حياة خطوة بعدها، أني أنا ما بقدم استقالتي بدل احتراق وظيفي، بعمل احتراق نفسي بالبيت. صحيح، لازم يكون عندي خطة أني أنا تركت هذا العمل، أنا جاهز لعمل آخر، أنا جاهز لأفتح مشروعي الخاص، أنا جاهز لأطور نفسي وكون جاهز، عندي جاهزية أعلى لأخلص من هاي مرحلة الثبات والتصبيط والأحباط اللي كانت موجودة. اليوم دكتور في نوعية معينة من الوظائف بتسبب هذا الاحتراق الوظيفي، فبالتالي الإنسان يتأثر مردوده المالي مثلاً منه؟ يوم بعض الوظائف مثلا روتينيه الاعمال مثلا، او شيء شخص بيكون يعني بيعمل نفس الروتين نفسه، فبالتالي يحس بالملل وبالتالي يحس معه احتراق وظيفي، فهل ممكن في وظائف معينه بتسبب هذا الشعور؟ يعني هي غالبا تقريبا الوظائف الروتينيه اللي هي مكتبيه وكذا كلها نفس الشيء بتوصل، بس في وظائف تخليك تطلعي على المعامل، على المصانع، على الورش، بتخليك تنزلي مثلا تسافري من مدينه لمدينه، دائما عندك شيء جديد، فهذا الاحتراق الوظيفي او حتى شويه روتين ما عاد بيضايقك، لان انت عم تنطلقي عم تطلعي من هي الدائره. اذا اي عمل مكتبي هو نفسه عم يتكرر حقيقه بيؤدي الى احباط نفسي وبيؤدي الى احتراق وظيفي. اذا حضرتك بتقدمي نفس الموضوع مرتين ثلاثه بالشهر وعم تاخذي فقط مواضيع معينه، بتحسي حالك بعدين إذا حضرتي حلقتين لحالك إنك عم تكرري نفسك وعم تكرري نفس الكلمات نفس المعنى. إذا حلو لما تحسي بهيك إحساس تعملي حلقات جديدة، تعملي مواضيع جديدة، تستضيفي ضيوف جداد بحفزوكي. ودائما بهيك حالات بالاحتراق الوظيفي خلينا ندور على الأشخاص المحفزين الملهمين اللي بيعطونا أفكار جديدة، اللي بيعطونا إني لا معلش اعمل هيك، خلينا نطلع في رحله اطلع فيها. ليه انت قابر حالك وقاعد؟ كمان في شغلات هي بتكون مننا نحن. اليوم دكتور للاسف بعض الاشخاص ما بيكون عندهم خيارات ثانيه، يعني مجبور انه يداوم بهذا العمل لانه ما في عنده خطه بديله مثل ما ذكرت حضرتك، وما فيه يغير من روتين العمل لانه هو مسؤول بمكان معين وما فيه يتجاوز اكثر من هي المسؤوليات، فبالتالي شو ممكن يتصرف بهيك حاله؟ مشكله عنده. ولكن يعني الواقع صعب اليوم، صعب الواحد يرجع يدور على وظيفه. ما في شيء مستحيل، ما في، كلياتنا وقعنا فيها وكلياتنا عشنا هذا الروتين، بس حياتنا هذه الصعوبة لا تعني اني انا ما احاول. طب المجبور، خلينا نقول المجبور شو يعمل بهي الحالة؟ عارفيني المجبور
شو المجبور اللي بتقصده؟ اللي هو خلص هذا الشغل هو يعني مجبور انه يداوم فيه، مثلا ممكن يحقق له يعني الراتب ممكن يكون منيح بعض الاوقات، ممكن يكون في اشياء ايجابيه بهذا المكان، ولكن شام. فينا نقول السلبي اكثر. شو يعني؟ اخذ حضرتك مثال، انت عم تشتغلي شغل ومجبور عليه، لايمتى دوامك بيكون بالعمل؟ كوقت؟ لثلاثه؟ اربعه، خمسه بعض الاشخاص مثلا. لنفرض مو كل الاسبوع انا بضل الاربع خمسه او سته. طب انا ما عندي يومين ثلاثه دوامي لثلاثه او اربعه. خليني اخذ قرار لشوف اني المجبور انا هي بكرسها عند حالي، وانا باخذ هي الفكره وبحطها اني انا مجبور، انا ما بقدر، شو بدي اعمل؟ طيب الله هيك كاتب لي، كل هيدون انا بعلقهم بحياتي منشان عيش بهذا الامان والخوف. سيف سايد، العالم اليوم بتحب تعيش شوي بالسيف سايد، لك حتى لو انا مالي مرتاح ولكن انا بامان. هذا الامان هو اللي بخليني اغرق اكثر الاحتراق، واغرق اكثر بالافكار اللي حكيتيها حضرتك اني انا مجبور وانا كذا والظروف. لا، انا رح ارجع للانس الشام، اني انا الساعه 3 خلصت، خليني اسجل بدوره اداره اعمال، خليني اسجل بدوره لغه انجليزيه، خليني اسجل مثلا حضور اعلامي، حضور وظهور اعلامي، خليني اطور من عملي، اطور المواضيع اللي بشتغلها، اطور الحاله المعرفيه اللي عندي. بتلاقي حالك صرتي جاهزه لمكان اخر. اذا صح انا مجبوره على وظيفه، بس ماني مجبوره اني ابقى في نفس المكان الا اذا انا قررت، لاني التطوير مؤلم والتغيير مؤلم، ولكن الاكثر ايلاما هو اني انا حياتي ابقى عالق في مكان ما بيشبهني. اذا المشكله فيني، انا كنت موظف حياتي، وانا كنت عم انزل الساعه 6:30 اطلع الساعه 4، بعدين طورت ادوات، طورت مهارات، طورت كذا واستفدت منهم بالشغل، بعدين شفت امكانيه صارت اكثر، قدمت استقالتي وبلشت بشغلي الخاص. لا يعني شغلي الخاص انا مليونير وانا معي مصاري اللي عملت شغلي الخاص، لا، فيك تعملي شغلي لمكان اكثر راحه، اكثر راحه واكثر بحسسني بوجودي. حضرتك قادره تعملي عمل بالبيت على لابتوبك اونلاين، فينك تشاركي بكتابه محتوى للشركات، فيك تعلمي عن ناس لغه انجليزيه، فيك تعملي دورات بالاعلام لصبايا وشباب جداد هن حابين يدخلوا هذا المجال. إذا مين اللي بيحط حاله بهالمكان الضيق؟ الشخص نفسه. تماما. اليوم بعض الأشخاص بيعتبروا إنه الوظائف اللي هي بتحتاج لمجهود بدني وذهني أكثر هي الوظائف اللي بتسبب احتراق وظيفي، هل هذا الشيء صحيح؟ لا. لا. أحيانا لا لا أبدا، ما في شيء معين هو اللي بيعمل احتراق وظيفي. هو نوع الوظيفة، نوع الروتين، شخصيته للشخص نفسه، استكانته، هو مبسوط هيك، بعدين هو نفسه اللي مبسوط هو اللي بيتضايق، هو اللي بيحترق، هو بعدين بيقول والله كنت مجبور. لا، انت كنت مبسوط، وما في حدا بيجبر حدا، حدا فينه يجبرك تضلي بال، لا اليوم ما حدا بيجبر على حدا بالوظيفة ابدا. صدقيني اللي بيجبر حدا هو انت. الشخص اللي بتشوفيه اول حدا بالمرايا هو اللي بيعرق لك حياتك اللي هو انت. اذا ما كان في عدو داخلي جواتك يصبطك، فكل الاعداء الخارجيين ما لهم معنى. كل العقبات اللي برا كان مطر ولا حفر ولا جوار، ما بنحط الحق على المدير. ما بنحط الحق على المدير. لا، هي عندي صوتك فيها. لا، مو الحق على المدير، لاني حتى المدير لما بشوفك عم تعطي، لما بشوف امكانياتك، لما بشوفك فعلا عم تدخلي لعنده وتقترحي عليه اقتراحات مهمه للقناه، راح يتشكرك وراح يفتح مجال اكثر. بس لما بشوفك انت قاعده نفس القعده من سنتين، غير وظائف نحن. لا، انا عم جيبها مثال. دائما بجيب مثال للاعلام تحديدا، لاني نحن موجودين فيه ولاني بحبه ولاني مساحاته واسعه. طيب رح ناخذ وظائف ثانيه. وظائف ثانيه ايه؟ لنفرض انا مهندس في مكان بورك شوب عم بشتغل، وقدمت اقتراح لتعديل واجهه، لتعديل لون الازاز، لتعديل الالمنيوم، وكانت فكره حلوه وابداعيه. ما راح ينتبه المدير اني هذا المشروع راح يتحلى، وبالاخر مو راح ينقال انا، راح ينقال الشركه اذا راح ياخذ بفكرتي. طيب لما بشوفني كل مره انا بقترح اقتراحات مهمه لهي الشركه وعم تعمل فرق بالانجازات، بصير بينتبه لي ولا لا؟ بس اذا انا من وقت تعينت لوقت 10 سنين هو بس بيعرفني بالاسم، بس بيعرفني بالاسم
وبيعرف اني هاد عم يشتغل مثل ما بنعطيه بيشتغل بالاخر بيقبض راتبه وبيطلع. اها اليوم دكتور يعني بالتالي المتسبب بالاحتراق الوظيفي هو الشخص نفسه، هي الانا المشكله يعني بانفسنا، لانه احنا ما بنحاول نطور من نفسنا. هي سبب كبير. طيب بالتالي الادارات مثلا لما بتواجه موظف عم بيحس بالاحتراق الوظيفي وما عم بيقدم شيء او ما عم يحسن من حاله وما عم يطور من نفسه، شو ممكن يتصرفوا مع الموظف بالتالي؟ غير انه يفصلوه، احنا ما بدنا نفصل. لا لا ما بدنا نفصل. على فكره هلا الاتش ار بالشركات والمؤسسات حتى بالقطاع الحكومي ما شغلته بقى يفصل، بالعكس شغلته يشوف وين المشكله ويحلها. لنفرض انا مدير وشفت عندي موظف حقيقة دخل بعملية الاحتراق الوظيفي، عندي مليون طريقة ممكن أعطيه يوم إجازة وحقيقة ما أحسب له إياها، ما رح تأثر على الشركة. هذا كتير اقتراح جميل يعني. إيه طبعاً. إيه وممكن أعمل، لنفرض نحن عندنا جمعة وسبت عطلة، ممكن أعمل رحلة ليوم واحد على الدراكيش على اللادية على مكان وناخذ. حلوه بتفيد. بتفيد ايه حتى ما حدا يقول اني ما معنا مصاري او صعب الوضع. لا كل واحد فينا ياخذ اكلاته من بيته، المهم نقعد نغير جو وراح نلاقي وقتها نقطه كثير مهمه. لا فينا نعطي امثله كمان بيئه الاعلام، فينا هلا ايه؟ ناخذهم امثله لبيئه الاعلام. حيرتوني. هلا هلا ايه. ايه؟ هلا ايه؟ مع الاجازه وال كويس لما هذا الفريق بيطلع اجازه استراحه ليوم بيرجع بهمه عاليه صح؟ وبيرجع ما عنده هي فكرة الاحتراق الوظيفي. لما نحن ممكن نكافئ بالإعلام، نكافئ هذا الموظف ونعطيه لنفرض راتب نص شهر تحفيز له، وممكن نعطيه مهمة تانية عرفتي، وممكن نبعته لدورة خارجية، ممكن نعمل رحلة خارجية، أي شيء ممكن نحن نقدم له إياه رح نخفف من عبء هذا الاحتراق ونخفف من الأثر الجانبي له ومن مؤثراته الأساسية. اليوم دكتور أحمد فيه الشخص مثلا يطور من نفسه خارج بيئة العمل، يوم الإدارة كمان يعني صح لها مسؤوليات أنه تحاول أنه تخرج الموظف من هيك حالة، لكن الشخص برا بيئة العمل هل ممكن عم يعمل تصرفات تانية مثلا غلط، أنه عم يكون مع ناس سلبيين أو مثلا عم يحط حاله يحجز حاله؟ سؤالك بتشكرك عليه لأني بنرجع عليه الشخص هو مهم. إذا أنت إذا حدا مو أنت طلعت أنا متضايق من شغلي ورحت على البيت ونقلت هذا الانزعاج لبيتي، كمان عملت بيئة سلبية بالبيت، طلعت على مثلا نقعد بكافتيريا أو بقهوة، قعدت لحالي حطيت الأرجيلة وبلشت أزور بهالأرجيلة وقاعد حياتي، إذا أنا عم بنقل مشاكلي من مكان لمكان، طب أنا فيني أترك هاي المشاكل وهي الظروف اللي أنا عشتها بعملي ولما أروح على البيت أنا بعرف زوجتي ناطرتني، أولادي ناطريني، بنعمل شيء حلو، وممكن نطلع لو تمشينا بالسوق لو ما معي مصاري، يعني كثير بواجه هي الكلمة، وضع اقتصادي وما معنا مصاري، مو دائما المصاري هي بتحل لي مشاكل، أحيانا أفكاري بتحل لي مشاكل، طريقة تعاطي مع الحياة بتحل لي مشاكل، نظرتي لقيمتي أنا الشخصية وقد إيه أنا قيمة مضافة لهالعمل بيعطيني حقيقة تحفيز، ودائما خلونا نبحث عن التحفيز الذاتي، خلينا انا احفز حالي. رح ارجع للنقطة الأهم، يمكن الوقت انا شفتك هيك. لا لا تفضل خذ راحتك. لما انا بعد عملي هون بيبقى دوري الحقيقي والصح اللي انا اعمله. انا من الأشخاص غيرت شغلي ما له علاقة بدراستي على فكرة. وغيرته 4 مرات، غيرت حياتي وغيرت شغلي. إذا أنا لما بغير شغلي وحياتي هي خطوة جريئة بصراحة، هي الخطوة جدا جريئة. صدقيني مو أي حدا اليوم صدقيني أي خطوة قادة. جاية لهون القعدة على هذه الكرسي بده شجاعة، إني أحكي بدها شجاعة، إني أحس إني أنا حياتاً جاي أعمل شيء بده شجاعة، أطلع بالمطر بده شجاعة، ابتسم بدها شجاعة، قرر إني أنجح كل شيء بده شجاعة. بعد هي الشجاعة في حال حصول فشل، وهذا ممكن يكون امر طبيعي، ولكن في اشخاص هن اللي بيتاثروا كثير او الحساسين خلاص بقولوا انا هي نهايه الحياه، انا يا ريتني ما خطيت هي الخطوه ويا ريتني ما عملت هيك. بقول لك سر ما تقولي لحدا، اللي بده يقول يا ريتني يا ريتني لا يقعد بالبيت. انا من الاشخاص وبحكيها علنا بالحلقات التلفزيون وبكتابي وبدوراتي، انا فشلت اكثر بكثير مما نجحت. أنا حدا نجح فشلت 13 مرة ومنهم 7 مرات فشل ذريع. أكثر من مرة أنا وصلت لمرحلة الإفلاس ومع هذا غيرت حياتي، ولا أملك لا سند ولا مصاري ولا حدا يدعمني ولا حدا يوقفني على رجلي، أملك عقلي
وافكاري وشجاعتي. اذا المطلوب مني ما فكر بالشغلات اللي انا ما بملكها، فكر بالشغلات اللي انا بملكها. خليني خلصت وظيفتي او عملي التعيس او البائس او اللي عم يضايقني، روح طور حالي. اعمل دورات اتش ار، اعمل دورات اداره مشاريع، اعمل كذا. ما بلاقي حالي الا انا صرت ما عاد بحاجه لهالعمل اللي عم ياذيني او يضايقني، وصرت جاهز لخطوه ثانيه. بيقول اينشتاين لا وجود لخطوه ثانيه اذا ما انا عملت الخطوه الاولى. خليني اعمل الخطوه الاولى وخليني افشل مره واثنين وثلاثه، لاني الفشل حقيقه هو اول خطوات النجاح، واللي ما بيفشل ما بيقدر ينجح. وانت بتعرفي الطفل اللي بيوقع كثير وبينجرح وبيبكي هو اللي بيمشي اسرع بكثير من الطفل اللي بنحمله ونحن خايفين عليه. وقاعي افشلي 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 ثم انجحي. يعني اليوم قديش الفشل شيء مهم لحتى ننجح بحياتنا؟ شيء عظيم الفشل تماما لما انت بتستفيدي منه. بس ما تقولي انا فشلت وشو بدي اعمل. انا مره اجتني امراه ومع بنتها، قالت لي بنتي رسبت ودرست وشو بدها تعمل، اكتم على كل هيك الله كاتب لها. الله ما بيكتب لحدا إني يرسب، والله ما بيكتب لحدا الفشل. الله بيعطيك قدرات وبيعطيك وقت، وانت عليك كيف تستثمره لهالوقت، كيف ترتب حياتك، كيف ترتب إمكانياتك وكيف تستثمرها. ما تقول لي الله كاتب لي والله عامل لي. آمن بحالك، آمن بهالقدرات اللي أعطاك إياها رب العالمين، تشكره أعطاك هبات افتحها واشتغل عليها رح تنجح. صحيح دكتور احمد، بدنا نشكرك. انا بدي اتشكركم. يعطيك العافيه دكتور. وحاتم بتشكركم من قلبي، لان هي المواضيع كثير مهمه للموظف ومهمه للناس اللي عم تعاني من اشكالاتها ما بتعرف منين عم تجيها. صحيح، شكرا كثير دكتور احمد سفنجه، وحضرتك خبير بالتنميه الاداريه والبشريه. شكرا لكم. شكرا كثير لحضرتك. أغلب الأشخاص اليوم بيوقعوا بأخطاء باللغة العربية ومنها شائع وعديد، رح نتعرف على بعضها بفقرة كلمات مع منير. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في فقرة كلمات، والتي عودناكم دائما من خلالها أن نضيع على بعض مفردات أغنى لغات الأرض اللغة العربية، فأهلا بكم. كثيرا ما نسمع قد ألقي في روعه أنه مهزوم لا محالة. في مثلنا هذا كلمة روعه بالفتح من الأخطاء الشائعة ولا معنى لها هنا، فالروع بالفتح معناه الفزع والخوف، أما الروع بضم الراء فهو القلب والعقل، فنقول قد ألقي في روعه أي في قلبه وعقله أنه مهزوم لا محالة. من المهم أيضا أن نوضح الفرق بين استخدام كلمة رؤيا بالألف الممدودة ورؤيا بالتاء المربوطة، فالرؤية بالألف هي فقط لما يرى في المنام، أما الرؤية بالتاء المربوطة فهي للنظر بالعين أو القلب. ونسمع أن صيت فلان بلغ عنان السماء، عنان بالكسر من الأخطاء أيضا، والصحيح أن نقول عنان بالفتح لا بالكسر، فالعنان هي السحاب ومفردها عنانة، أما عنان فهي اللجام. الفعل ساهم هو من الأفعال التي تستخدم في غير معناها الأصلي، إذ ينتشر استخدامها بمعنى شارك، وهذا من الأخطاء الشائعة. وساهمه تأتي بمعنى تبارى معه وقارعه بالسهام، والصواب أن نقول بدلا من ساهم أسهم، أسهم هذا الأمر في نجاح الشركة، وعليك الإسهام وليس المساهمة في فعل الصواب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة كلمات، ألقاكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
الكلمة ما لمجرد موجات صوتية من أولى وبس أو مجموعة من الأحرف من رددها، ولكن هي ممكن بكلمة أنت تنتشل أشخاص من حزنها وتخليها تفرح، وبكلمة ممكن تجرح. فقديش الكلام يعني اليوم له أثر مهم بحياتنا، لهيك سألنا الناس بشوارع العاصمة دمشق عن أثر الكلمة الحلوة بحياتهم. منتابع التقرير سوا. وقع الكلمة على الأشخاص له حالة خاصة تبعاً للكلمة اللي بنسمعها، تبعاً للشخص اللي بيقلنا هي الكلمة. قديش اليوم الكلام الحلو والمميز قادر يعدل من مزاجنا ومن معنوياتنا ويعطينا طاقة إيجابية. إيمت آخر مرة سمعوا الناس كلمة حلوة وإيمت آخر مرة قالوا كلمة حلوة؟ خلينا نشوف. تفضل. حلوين شمسات اليوم. اي والله صيف، هربان من الصيف اليوم. عم نحكي اليوم عن آخر كلمة سمعتيها حلوة من حدا. حلوة من حدا، لاحظت لك هالأيام ما حدا له قلب يحكي كلمة حلوة. ماني عم بتذكر، ما في شيء ببالي والله، بس يعني آخر حدا قلتي له أنت كلمة حلوة؟ رفيقتي بالمكتب معي بالشغل. شو الكلمة اللي قلتيها؟ زعلانة مسكتها وعبطت، قلت لها محتاجة عبطة، قال عبطة. والله اسمها كلمة حلوة من حوالي كلهم، من الأطفال الحلوين. حلو، أحفادك هدول؟ أحفادي أيوة. الله يسلمك. أيمت آخر مرة أنت قلتي كلمة حلوة لحدا؟ مبارحة. كمان لأحفادي، لأنه ما شفت حدا غير أحفادي. كل يوم بسمع كلمة حلوة، الحمد لله يعني. الكلمة اليوم أو الكلام أو الحكي الطيب أو تطيب الخاطر بالكلام، قديش اليوم بيغير نفسية الشخص؟ قديش بيلعب دور بأنه يكون يومه حلو؟ خاصة إذا كانت الصبح هيك. لدرجة ما بتتصور يعني، أي كلمة صغيرة بترفع معنويات الشخص لو كان معنوياته صفر أو تحت الصفر. فالكلمة يعني هي طالعة طالعة، فأنا بقول الحلوة أحسن ما أقول الأبيحة يعني. والله ما بعرف يعني، كل يوم كل يوم. في شخص معين أو لا؟ لا يعني هيك، لأنه بتعامل العالم منيح، بيعاملوك منيح، بتسمع كلام حلو، بتحكي كلام حلو. آخر مرة قلت كلمة حلوة؟ دائماً. خلاص بعدين بقول لك كلام حلو، هلا مو فاضي. يعني دائما بسمع من جوزي طبعا. وايمت اخر مره قلتي كلمه حلوه؟ عطول بقول ايه. قديش اليوم الكلام قادر يغير نفسيه الشخص، قادر يلعب دور بتفاعل؟ الكلمه دائما بتغير كل شيء طبعا، اذا كان الواحد متضايق او كذا طبعا الكلمه الحلوه هي اللي بتريح. اكيد ما صار لي دقائق، دقائق قليلة لا تتجاوز العشرة يعني. قبل حكيك طبعا. من شي ساعتين من امي. امي دائما بتحكي لي كلام حلو. للكلمة اثر، فهي لا تقال من فراغ، علينا انه نختار كلماتنا بعناية، نزينها ونقيس اثرها على نفوسنا قبل ما نوجهها للاخرين، ونحاول نخلي الكلمة الطيبة طاغية على حديثنا بكل الاوقات. ولهم مشاهدينا بكون وصلنا لختام ساعة دامسكو معكم لليوم، على أمل يا رب تكون فقراتنا عطتكم الفائدة والمتعة. تماماً شام، إن شاء الله تكون حلقتنا تركت بصمة جميلة على كل حدا عم بيتابعنا. لهيك لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. من هلا لبكرة تبقوا بألف خير.